طالت وقفة هذه الساق الجريحة لأكثر من 6 أشهر دون أن يجد هذا المقاوم مستشفى في الداخل يجري له عملية في المفصل ودون أن يستطيع السفر. ولا في مستشفى متخصصة، إصابتي كانت بالمفصل وأحتاج إلى مفصل صناعي، وقرروا لي الدكاترة قرروا لي سفري للهند. هو الآن وغيره الكثيرون في مبنى جوازات العاصمة المؤقتة عدن الذي افتتح أخيرا بعد أكثر من عام من التوقف بسبب فصل شبكة الإصدار من قبل الإنقلابيين في العاصمة المختطفة صنعاء. كان الشبكة من صنعاء وبعد الحرب هذه كلها ما اعتقدش أنك تقول المواطن رد ما كش من صنعاء، ما بيتحملكش المواطن. من هكذا قالوا شبكة من الرياض، الرياض عاد يكون أهون، وإن شاء الله مع الأيام يكون من عدن بيكون عاد أحسن بكثير. الزحام الشديد للمواطنين الراغبين الخروج من هذا البلد يلخص العجز الذي تعانيه اليمن في مختلف القطاعات، وتستعاد هنا ذاكرة هجرات تاريخية لليمنيين عقب كوارث وحروب مع فارق الاستقبال في الدول التي يلجأ إليها اليمني باحثا عن حياة أفضل. في قاعة إصدار جوازات السفر تتلخص معاناة هذا الشعب الباحث عن الصحة، عن التعليم، عن معيشة أفضل خارج هذا البلد. آدم الحسامي، قناة بلقيس، عدن.